من المهم جدا، وانا دايما بقول ذلك لابنائي، يعني بقول لهم ماذا؟ اقول لهم من المهم جدا ان انت تفهم رسائل الله عز وجل اليك. لما اتيك رساله، هتاتيك رساله في قول تسمعه، في فعل تفعله، في 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 مشهد امامك، يكون عندك العبره ان دي رساله، بان هذه رساله لك. يعني مثلا لما تكون تفعل شيئا خطا، فتجد انت قبل هذا الشيء ده نمت على 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 غير المعتاد، يبقى تفهم الرساله. لا تكن مش كده، لا تكن ايه، لا تكن غبيا، تفهم الرساله. فمن المهم جدا للمؤمن انه يفهم رسائل الله عز وجل اليه. وهكذا في تعاملاتك، انت فعلت شيئا خطا، فتجد مباشره بعدها يحدث لك شيء، تفهم الرساله مباشره، تفهمها جيدا بكلمه. رايت فيها نفسك شيء من العجب، دخلت تصلي بالناس مثلا فوقع في شيء، تجد ان الايات بعدها مباشره نسيت القران، نسيت الايات، امور كلها حصل حدث نوع، يبقى تفهم الرساله، يكون عندك فهم للرسائل. لان الله جل وعلا يقول: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واصحاب الاموال واصحاب الوظائف دايما يفهم الرسائل، تحل الشفره. بقول كده، بقول دايما حل الشفره، اجتهد دايما انك تحل الشفره، تفهم الرساله جيدا. لذا قال، لان الله جل ذم هؤلاء: وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هم فهموا الرسالات ما فهموش، هم فهموا قول الله جل وعلا: وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، ما فهموش، فقتلهم الله في بدر. خلاص، هؤلاء قوم حمقى لا يفهمون.